بعضه لنتفليكس هن بيقرروا ينزلوا، لانه نتفليكس هن طريقتهم بالشغل ديفرنت عن كل العالم. يعني موست لايكلي برودكشن بيقعد البوست برودكشن 6 اشهر بيشتغلوا فريم باي فريم. عمر طالع جبار. هالكلمات بيكون اكد المنتج جمال سنان ان اعمال دانيال رحمة اللي انتهت من تصويرها مع شركة ايجل فيلمز ما زالت قائمة وغير مربوطة بالاقاويل اللي بيتم تداولها بالوقت الحالي حول توقيع دانيال لعقد مع شركة الصباح برودكشن، وهذا اللي سألنا المنتج جمال سنان عن صحته. بالنسبة للتانيين بتسألون لهم ما بعرف، وفعلا هالسؤال كان طرح سينماتيك على دانيال رحمة من اشهر، وتحديدا مع بداية الحديث بالكواليس عن خلاف بين دانيال وشركة ايجل فيلمز، وانقال بوقتها ان دانيال فسخت العقد مع ايجل فيلمز. لا انا اصلا من البدايه ما كنت اكسكلوسيف لاي شركه، انا ثاقبت انه بداياتي ومسيرتي كانت مع ايجل فيلمز ومن عمل لعمل ناجح ثاقبت، بس يعني في اعمال كثيره، في نصوص كثيره، في منتجين كثيره، والاستاذ جمال هو واحد منهم اللي انا كثير بحب اشتغل معهم، وبالعكس ما في شيء، يعني كل شيء تمام بينات. وفعلا كان من بعد هالكلام من المفترض دانيال تقدم مسلسل مع شركه ايجل فيلمز لرمضان 2024 مع قصي خولي، لكن هالعمل ما شاف النور للان، والان بدا الحديث عن ثنائيه جديده لقصي مع ماجي بوغصن، وسينماتيك سال المنتج جمال سنان عن صحه الامر. ما بعرف انا بالنسبه لي انا بقدر احكي عن ماجي انه ماجي حتكون مع قصي خولي، ليش لا؟ قصي نجم عربي بنفتخر فيه من سوريا الشقيقه، ومع غير قصي بس مع قصي خولي ممكن، ليش لا؟ وسينماتيك بيقول المنتج جمال سنان والمشاهدين ان قصي وماجي مستعدين تماما لهالثنائيه، كون ان سبق وتحدثنا معهم عن هالثنائيه. يعني هي دائما شيء شخصيه تكون ملزقه فيه. يعني حيالله الشخصيه، المهم نعمل شيء سوا. انا بتشرف وان شاء الله قريبا عنا شيء حلو.